بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2008 اللي بنقدمها لكم تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين. هنكمل مع بعض الدروس المتقدمة في اليوزر انترفيس. زي ما قلنا إن شاء الله في الدرس دوت هنعرف إزاي نعمل ريبورت هنا على الفيجوال ستوديو، بحيث إن احنا نعرضه من طريق برنامج متكامل مع الفيجوال بيزك او الفيجوال سي شارب. الاداة اللي احنا محتاجينها هنا، هلاقي في عندي هنا الجزء بتاع الريبورتنج، بلاقي في عندي مايكروسوفت ريبورت فيور. انا باخد الاداة ديت وبحطها عندي على الشاشة. عايز دلوقتي ابتدي ان انا اديها السيرفر واديها الحق الريبورت اللي انا هعمله. فهقول له ان انا عايز اشتغل بالسيرفر ريبورت. السيرفر بتاعي سيرفر يو ار ال اللي هو اللوكال هوست اد ريبورت سيرفر. ماشي كده مظبوط. طيب الريبورت باث بقى جوه السيرفر دوت، الريبورت باث عبارة عن ايه؟ طبعا بقول له سلاش الاول. مثلا هاخد اللي هو جروب ديمو، فهقول له هنا جروب ديمو. جوه الجروب ديمو كان في تقرير اللي هو اسمه ريبورت 1، يبقى انت خش لي جوه الجروب ديمو وهات لي الريبورت 1 وحطه لي هنا في الأداة ديت. نشوف كده. لو قلت له دلوقتي ديباج، شغلت البروجكت او المشروع. طبعا زي ما احنا قلنا ان ديت حاجه هو بيطلبها مني، لو حطيت له هنا اي اسم اي حرف اي حاجه بيشغل لي الريبورت. زي ما احنا شايفين كده، ادي الريبورت اشتغل قدامي على شاشه الفيجوال بيزك بنفس الامكان بتاعته. ممكن دلوقتي ان انا اطبع، ممكن ان انا اعمل له اكسبورت لو حبيت، ممكن ان انا يبقى انا كده عملت مشروع كامل لل اليوزر او لل طبعا للكلاينت او للعميل اللي هو طلب مني البرنامج. هنشوف دلوقتي ازاي نربط اكتر من شاشه مع بعض. يعني انا دلوقتي برضو انا عملت هنا الريبورت في بروجكت لوحده، عملت الانترفيس في بروجكت لوحده. ازاي دلوقتي ان انا عايز اعمل بقى شاشات وكل شاشه تسمع في الثانيه لما ادوس على الشاشه الاولانيه تجيب لي الشاشه الثانيه وكده. طيب انا دلوقتي هاجي هنا في اسم البروجكت وبدوس كليك يمين وبقول له اد نيو ويندوز فورم، يبقى انا هاخد فورم ثانيه في نفس البروجكت دي، هسميها مثلا FRM main، يبقى دي هتبقى الشاشة الرئيسية بتاعتي. وهجيب ويندوز فورم تانية هسميها مثلا FRM مثلا خليها مثلا employees، يبقى دي انا هستخدمها عشان اعرض بيانات الامبلويز. اول حاجة انا عايز اعملها ان انا عايز اخلي المين ديت تبقى هي الواجهة بتاعتي، تبقى هي اول ما بفتح البروجكت تبقى الاف ار ام مين او الشاشة الرئيسية ديت تبقى هي الواجهة بتاعتي. طبعا هي كده اول شاشة انا صممتها هي هتبقى الشاشة الرئيسية اللي بيفتح عليها البرنامج. طب ازاي اخلي ديت هي الشاشة الرئيسية؟ اول حاجة انا هغير اسمها، بس هغير التكست بتاعتها، هخلي ديت مثلا الرئيسية وهخليها من اليمين للشمال علشان تبقى الناحية دي. نفس الكلام هنا هسميها ايه؟ بيانات الموظفين، وبرضو هخليها right to left، ودي هخليها هنا التقرير
وخليها برضو رايت تو ليفت. طيب هنا ممكن اف ار ام الفورم مين زي ما احنا قلنا عايزين اللي هي الفورم دي تبقى هي اللي تشتغل في الاول. فباجي هنا على اسم البروجكت وبدوس عليه كليك يمين وبقول له هات لي البروبرتيز بتاعتك خصائص البروجكت خصائص المشروع. بلاقي في عندي هنا خاصيه اسمها ستارت اب فورم. ايه الفورم اللي انت تحب تبتدي بيه؟ هقول له انا عايز ابتدي بالاف ار ام مين وبسجل بحفظ الكلام دوت. ودلوقتي بشغل البروجكت هلاقي ان بالفعل الشاشه الرئيسيه هي اللي جت عندي في الاول. طيب تعالوا بقى نحط في الشاشه الرئيسيه هنحط هنا اتنين منيو زي دولت، واحد يشغل لي التقرير وواحد يشغل لي العملاء. هاجي من المنيوز اند تول بارز وهختار منيو ستريب. المنيو ستريب دوت انا ممكن دلوقتي باجي بكتب في اول خانه فيه بقول له هنا مثلا البيانات والتاني خانه اللي جنبيها هقول له التقارير. يبقى كده عندي البيانات والتقارير. البيانات هنا هقول له طبعا انا كل ما بفتح واحده بقى هبتدي اكتب فيها بيجيب لي واحده جنبها وواحده تحتيها. واحده جنبها هنا لو بصيت مثلا ادي لو حطيت جنبها يطلع لي زي كده زي ما احنا شايفين سب منيو بيجيب لي جميع الريزولت اللي احنا عايزينها. طيب نشوف كده انا دلوقتي هقول له العملاء وهقول له جنبيها كمان حط لي هنا بيانات العملاء. هنا مثلا الموردين وبيانات الموردين. هنا هيكون مثلا الموظفين وهنا بيانات الموظفين. هنا في التقارير هحط له على طول التقرير. طيب انا عايز دلوقتي اقول له طبعا انا ما عنديش حاجه هتبقى اكتف غير الموظفين بيانات الموظفين. عايز لما اليوزر يدوس على الزرار دوت يفتح له على طول الفورم اللي هي اسمها اف ار ام امبلويز. باجي هنا بدوس كليك يمين يبقى في حدث كليك للايتم دوت. هقول له اف ار ام بختار اسم الفورم اللي انا عايزها وبقول له دوت شو. يبقى اظهر لي الشاشه ديت. لو حبيت ان انا اخفي الشاشه الرئيسيه فممكن انا اقول له مي. طبعا انا طالما ان انا واقف عايز اثر على الشاشه الفورم اللي انا واقف عليها ما بستخدمش اسم الفورم بستخدم التعبير مي. في الفيجوال شارب بتبقى ذات مي دوت هايد. ده كده هيخفي كمان الشاشة الرئيسية ولكن انا مش عايز اخفيها. انا حبيت بس اخفيها بقول له مي دوت هايد. طيب ايه تاني عايز؟ انا في التقرير لما يدوس على كلمة التقرير هيفتح له الشاشة ديت اللي هي فورم 1. فهقول له والله هنا فورم 1 دوت شو. تعالوا كده نشوف التقرير او البروجكت بقى كامل. هنا البيانات، هنا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده في سب منيو بيطلع. الموظفين هقول له بيانات الموظفين، ادي فتح لي الشاشة بتاعت بيانات الموظفين. التقرير هقول له التقرير، هلاقيه دلوقتي فتح لي بالفعل الشاشة بتاعت التقرير وعرضه لي زي ما احنا شايفين. طبعا انا المفروض بقى ان انا في الامبلوي ديت باجي هنا من الداتا سورسز وبقول له ان انا عايز داتا سورس جديد. يعني مفيش داعي طبعا انتوا عارفين ان انا هضيف داتا سورس جديد وهحط من خلاله من قاعده بيانات النورث ويند هحط جدول امبلويز هنا في الشاشه ديت. كده يبقى احنا انتهينا من الجزء الخاص ب الواجهات والادفانس يوزر انترفيس. شكرا لكم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.